وشوشة. خليني أقولك إن المذيع عندنا في نغم أف أم هو المعد والكرييتيف والمذيع وكل حاجة. يعني إحنا في نغم أف أم من مدرسة إن المذيع يبقى يعرف وان مان شو، يعرف يعمل كل حاجة. لكن ده ما يمنعش طبعا إحنا نشكر زملائنا اللي موجودين معنا في الإعداد اللي ممكن يكونوا برضو بيساهموا معنا في بعض الأحيان. نوستالجيا هي فكرتي، وده لأن أنا إنسانة بحب قوي الحنين إلى الماضي. يعني لا يمكن أنسى الماضي بتاعي، طفولتي بحبها جدا، والدي الله يرحمه عمري ما نسيته، قطي، مدرستي، زملائي، أدواتي اللي كنت بستخدمها. فيمكن أنا ده في شخصيتي، إن أنا الحاجات الماضي عزيزة عليا كلها، الحلو منها والوحش كلها عبارة عن أميرة، كل الحاجات دي عبارة عن أميرة. فدايما بفتكر ده، فأكيد زي ما أنا كده في ناس كتير قوي كده. ده اللي خلاني تجيلي فكرة نوستالجيا، إن احنا نرجع للماضي. ويمكن أنا في أول حلقة قصدت إن أنا أبتدي بنوستالجيا، وكانت في الانترو بتاعتي اللي طلعت من قلبي يمكن ما حضرتهاش، فكرة إنه اللي قبلينا قالوا إيه، من فات قديمه تاه. فلازم الواحد يفتكر قديمه ويشوف هو كان فين وكان بيتمنى إيه، ودلوقتي هو فين وبيعمل إيه ووصل لإيه من اللي هو بيتمنى. دي فكرة نوستالجيا اللي دايما هتكون موجودة معايا يوم في الأسبوع، نفتكر فيها حاجات زمان علشان نشوف إحنا واقفين فين. فأنا مبسوطة إنها عجبتك. الحمد لله. نسمع فيها الأغاني القديمة اللي بنحبها، نتكلم فيها عن ذكريات المدرسة، نتكلم فيها عن أخطاء، نتكلم فيها عن تصحيح حاجات، لأن لو قارنا ما بين زمان ودلوقتي هنقدر نستمر لقدام صح. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org